للو حبيبي صارت الساعة 2:00 مش ناوي تنام؟ يلا ماما قربت خلص. شو خصك انت؟ امال معروف. كيف شو خصني؟ شو جاي نشيل الشجرة؟ شو مفيق انت حبيبي هالوقت؟ رجع روح نام، رجع روح نام. الياس! يا الياس! شو في يا ماما؟ شوف امك عم تعيط لك حبيبي. دقوا دقوا عالخشب، فريق ما بعمره انغلب، كنا نعصب على بعض، اليوم توحد الغضب. بعرف نحنا مختلفين، شي شمال وشي يمين، هلا لقينا ملعب صرنا كلنا موحدين. نبني دولة للإنسان، مهندس حكيم وفنان، بالاختلاف مبسوطين، ما بنفتري لو شو ما كان. طلعوا من جوات القفص، غنوا واكتبوا قصص، خلصنا زل وتعتير، هلأ صار وقت الرقص. هيدا النهار بإيدنا صار القرار، خلونا كلنا نوعى ما حدا منا ينضار. يا جماعة في معهم إذن، ما في حدا يمنعهم، ما تتعذبوا على الفاضي. تفضل. شكرا حبيبي، هذا هو كل الموضوع، مضطرين نشيل الشجرة لأنه بنعمر محلها. ألو؟ ألو مروة؟ ليك ما فيني طول، هلا بجيب شباب تجي لعندي. شو في؟
تعوا هلا قصة حياة أو موت. من شو حياة أو موت؟ اليوم مش أول نيسان. ألو؟ سوري ما كون وعيتك. لا ما عليه واعي. ليك الياس مستنفر. قال مدري شو بوه، بس قصة حياة أو موت. أنا خبرت أبقيبي وقال لي إنه رح ياخد نديم ويلحقني عبيت الياس. معقول شي ضارب مزح مان؟ لا حاوي ما عنده هالضروبة. أوكي أنا بخبر البقية. يلا منلتقى هونيك. طيب أوكي يلا باي. طبال شو لا مبين عنا شو كان عم تسحر وين الطبال شو فيق ورايق لا والله مبسوط انك عنا فوت لا اسمع حاوي صار من قبل الضو نزل فينا تليفونات بده ايانا نجتمع عنده ليه شو فيه عزلنا على الترويقة كنافة وفول ومنيش والله يلا راح ألبس وين رايح يا امي رايح اتروق مع الشباب خير يا شباب شو في شو عم بصير؟ وعيد الصبح عصات عمال جايين نقص الشجرة نزلنا على الجيران بسرعة ومنعناهم مش معقول الحجر مش رح يخلوا ولا عرق أخضر برافو عليكم هلا مشوف شو بنعمل بس إنه ما حرزان نعمل مشكل كرمال شجرة ليك خيي اللي عجبه أهله سلم مش عجبه هيفل سليم هذا الموضوع بيعنينا كلنا لا ما قصدي هيك بركي كبرت المشكلة واجت الشرطة نحنا لازم نكبرها للقصة لازم ندق لها تلفزيونات تجي تصور مش لازم ندق لها تلفزيونات لازم اتصل فيهم حاوي كانت تعني لك الشجرة ايه انا محامية وبدي اشوف اذن التصريح يلي معكم كل شيء قانوني مدام كل شيء قانوني انا عم نفذ امر قانوني واذا امر قانوني فينا نوقف التنفيذ ونراجع المسؤولين شي بيعجب صايرة هالعالم على أقل شيء بدها تعمل مظاهرات والله حقنا بالدستور وقت اللي بدنا نحتاج أبقى إيبي شو الشباب يا أهلا بالحامل والمحمول مبروك معلم كركي ما نزل على الشغل اليوم وينه نديم؟ ليه ما أجا؟ دقيت له على البيت ردوا علي أهله وقالوا أنه رح يخبروه ما أجا شباب انا مضطر على كم شغله شي نص ساعه وبرجع بدكم شيء يلا ميرسي على كنافه ولو حبيب الياس يلا ما بطول باي الحال. يا ابني يا حبيبي غزي الشيطان برجع على البيت امي ما انا راجع جاي اخذ بقيه اغراض وفالي عمومتك من قبل الضو جايين يقصموا الورده اي ورده يا اخي خلاص ابونا تعب وهرهر ويوم بعد يوم عم تسوق حالته كرمال هيك صار لازم نقسم هالورده يمكن معكم حق بس ما بتعتقدوا انه مزعجه هالقصه اذا حكينا فيها هلا لا مزعجه ولا شيء عم ناخذ حقنا يا خيي ما أول عآخر بدنا ناخد هالوردة ناخدها هلأ ليه ننطر كل هالوقت أي وردة بدكم تاخدوها هلأ بدكم تورعتوا جدي هو بعده عايش صبيح لله
جدك هو بينا يا عمو، ما تشغل راسك بهالموضوع، انت شد حيلك وشوف لك شي بنت حلال. هو يقول ومن بكرة بنت الحلال جاهزة. بعدين اي ورثة؟ ما هو ما عنده غير هالشقة، اذا مباعد بصير على الطريق. روح شوي شوي الحكي، شو خايف على جدك اكتر من ولاده؟ يا عم العقار اليوم بيسوى ملايين، من أمن له لجدك بيت على قده، وأنا بتسيسر وبشتري شقة وبتجوز. شي؟ لك يا أبو صايب، شو شبه ابنك؟ عادي ما يكن لك فكر، بكرة بيغير رأيه. ما يقوم يعملنا فيها داعية ويخربط لنا القصة، وعا حبيبي. يا اهلا لك يا عمي، وين هالغيبه؟ كيفك جدو؟ عود تفضل عود. كيفك جدو؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ عم نفتش على عروس. بس هلا نحن ايامنا راحت، هلا ايامكم. على كل حال شو رايك بدق طاوله؟ اكيد، بس قبل جدو عايزك تجي معي مشوار، شو رايك؟ في شي عروس حلوه؟ لا ما في شي. طيب خليني اساعدك. لا لا انت شباب. شو بعد في كتير ناس تحت؟ ايه بعد في ناس لهلا عم توصل. للو انا فخورة فيك. يا الله يا الله قد تغيرت هالمنطقة، ما باقي منه إلا هالشجرة هي. أبا إيبي، هاتو جدك بيعرف منيح المنطقة من زمان. كانت كلها حراش وبساتين، كنت توقف تشوف البحر، تشوف البحر من هون، من أي محل ببيروت وضواحيها كنتوا تشوفوا البحر. عم، أنت بتعرف هالشجرة من زمان؟ يا لطيف شو بتذكرها؟ هون اجوا الشباب لموا ثلاث شهداء من الثوار لما كانوا الفرنساوية بعدهم هون، اعدموهم تحت هالشجرة. يا لطيف كأنها بعدها شاهد عليهم. بس وين هكل هالبيوت هيدي؟ وين هالبيوت هاللي كانت هون؟ وين هالبيوت؟ عمر عمر ايه جدا، هول عمومتك عم بيلعبوا بعقله لبيك تيبيع البيت بعد ما موت، اوعى تخليهم. ها اوعى. بعرف اكتر من هيك يا جدا، عم بيفكروا من هلأ يورعتوك. فشعروا لو فشعروا لو عجتتي فشعروا. شو عاملين لي بيكنيك هون؟ يلا يلا احطوا من هون احطوا. واقفين لي مشروع بعيش 100 عائلة كرمال شقفة شجرة؟ ايوة هلأ اللي جقل عم يجقل على شجرة. حاوي سكوت، اذا فكركم البلد فلتاني بدو تكسر راسكم. مين انت يا ولد؟ عاد عاد انت عاد احسن ما تقلك شي ورك. اوعى تحكي معه هيك، نحن وكلنا محامية ورح نمنعكم بالقانون. حاوي دب ختيارك واحد على البيت. بعدين بيشرف هذا بعد بيضاير ربع ساعة وبيتكل. بعدين شو يا مدرب، عم تدربهم على الفوضى؟ لك يا خيي نحن من هون ما رح نزحزح، اللي بيطلع بإيدك عمله. يلا الشباب اللي بيوقف بوجهكم بتكسروا العصاية على راسه. I'm not a villain.
لقيتهم عم يفلفلوا واحد ورا الثاني. شباب عم خوفهم بالمنشار. وانتم بالعصر من تاني ميلة متل ما اتفقنا. بس الضرب على الراس ممنوع بس على الكتاف، ماشي؟ يلا كلهم كم ضربة ونخلص منهم كلهم. هلا من شوي تعرفت من امي، شوفي جقل قال عمل مشروع بينا، ناوي يقطع شجرة، فعم نجرب نمنعه، كل الجيران ضده. مين الجقل؟ ليك وينه؟ خلص اتركوه علي، أنا بحكي معه. لا لا شو بدك فيه، هذا واحد أزعر، كوتش عمل اتصالات وهو بيهتم بالموضوع. شو معلم؟ هي عم يرجعوا. هلا منكحشهم. يلا قبل ما تيجي الشرطة يلا. هول القمصان شباب البسوهم كرمالي. البسوهم البسوهم هالمرة كرمالي. مش بس كرمالك كوتش، كرمالك وكرمالنا. أهلين ستنا. أهلين. شو عم تعمل؟ ستنا أنا ورقي قانونية 100%. هودي الجماعة بدي يكلوا لي حقي، أنا وثلاث شركة بدنا نعمر، وبعدين المشروع بيعيش 100 عائلة. لأنه افترض اللي عم بتقوله مزبوط، معقول تهجم عليهم بالعصي وبالمنشار؟ بتجمد كل شي فوراً، فاهم؟ واللي عطاك ترخيص بالقطع رح يتحاسب هو كمان. في مليون طريقة تعمر فيها بدون ما تقطع شجرة عمرها 50 سنة. لحظة أستاذ، أرجيني وراك. وراي بالسيارة. روح جيبه بسرعة لو سمحت. بابا أنت متانا بحكي عمومتي؟ أنت بترضى بعدين أنا قورتك أنت وبعدك عايش؟ والله ما عارف، بس عمومتك عم يضغطوا علي كتير إنه جدك صار زلم كبير بالعمر وشقفة الأرض صار حقها شي الفلاني، فينا نستفيد منها بالوقت الراهن. بابا اليوم كان يقطع شجرة عمره 50 سنة، ولاده شباب وقفوا دافعوا عن الشجرة وأنا كنت معهم، دافعت عن الشجرة. بابا ما بدك يعني دافع عن جدي؟ تعرف يا عمار، أنا من الأساس ما حابب طمع أخواتي. بارك الله فيك، شو رأيك نروح نسهر عن جدك؟ أكيد، أساساً اليوم قطعت لعنده وقال لي جاي عبارز نود السد. ايه منمره ونجيب له. يلا فريق ما بعمره انغلب، كنا نعصب على بعض اليوم توحد الغضب. بعرف نحنا مختلفين شي شمال وشي يمين، هلأ لقينا ملعب صرنا كلنا موحدين. نبني دولة للإنسان، مهندس حكيم وفنان، بالاختلاف مبسوطين ما بنفتري لو شو ما كان.
طلعوا من جوات القفص غنوا وكتبوا قصص خلصنا زل وتعتير هلأ صار وقت الرقص